Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que les personnes de la région connaissaient très bien depuis très longtemps les bienfaits de l'huile d'argent sur la santé. Alors, de nos jours, un produit qui est effectif sur la santé, il faut le prouver par des moyens scientifiques. الموضوع اللي احنا كنشتغلوا عليه في اطار البحوث العلميه هو زيت ارغان على الصحه على العموم. انا غادي نحاول نستعمل بعض الكلمات والمفردات الفرنسيه اللي كيطبقوا على يعني المجالات الطبيه اللي كنشتغلوا فيها. اولا علاش الفكره ديال زيت ارغان في الصحه؟ صافي بلي اغلبيه ديال الامراض عندهم واحد القاعده ديال الخلايا والجزيئات يعني اون باز سيلولير موليكولير اللي كتترجم يعني الحاله المرضيه. الوغ اللي خصنا نعرفو وهو بزاف ديال الحالات المرضيه كتكون فيها المشكل مثلا ديال الخلل في الدهون اللي عندنا في الدم. هذوك الدهون مهمين بزاف خاص يكونوا في واحد يعني واحد المستوى معين. بعض الحالات المرضيه هذوك الدهون كيكون فيهم اختلالات. الوغ من بين مثلا الامراض ديال القلب والشرايين كاين بعض الادويه اللي كتقاوم هاد الاختلالات في الدهون، مثلا نسميهم الاستاتين، واحد النوع من الادويه. دونك احنا في المجال ديال البحث العلمي اللي درنا في ميدان ديال طب الكلي وتصفيه الدم، كذلك في ميدان طب العظام باردون، البحوث ديالنا بينات باللي المرضى اللي كيتناولوا زيت ارغان بصفه منتظمه بواحد المقدار مثلا 2 معلقات ديال الزيت كل صباح لمده شهرين، هذيك الزيت من بعد شهرين كتقد لهم الدهون في الدم. ويعني علاش حنايا كنركزوا على هذه النقطه ديال الدهون اللي في الدم؟ لحقاش هي اللي وراء بعض المضاعفات في ما يخص يعني الامراض ديال القلب والشرايين. كذلك بالنسبة للمرضى اللي عندهم مشكل في الركبة، يعني آلام في الركبة، هادو كذلك عندهم علاقة كبيرة مع واحد المصطلح اللي كنسميوه في الفرنسية لو سندروم ميتابوليك. هاد لو سندروم ميتابوليك ماشي مرض، سي با اون باثولوجي، ولكن هي وضعية بيوكيماوية وكذلك يعني فيزيك كذلك، فيها 5 ديال النقاط: السمنة، فيها الضغط الدموي كيكون عالي، فيها الكوليسترول اللي مزيان كيكون هابط، فيها لي تريغليسيريد كيكونوا طالعين، وفيها السكر كيكون طالع. دونك الا كانوا 3 من هاد النقاط موجودين عند واحد المريض راه مسافر لشي مشكله ديال 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 الصحه. يعني بعباره اخرى وهو هاد النقاط اللي في لو سندروم ميتابوليك كيحفزوا بعض الامراض، من بينهم المشكل ديال الالام ديال الركبه. دونك المرضى ديالنا اللي خداو زيت ارغان لمده شهرين، اما الناس اللي عندهم مشكل كلوي يعني كيديروا الدياليز، او الناس اللي عندهم مشكل ديال الارتروز ديال الركبه، هادو تحسنات الوضعيه ديالهم من ناحيه ديال الدهون في الدم، وكذلك حتى من ناحيه ديال الالام اللي في الركبه بالنسبه للانسان اللي خداو الزيت. الوغ هاد الشيء مناش جاي من المركبات الكيماويه اللي كاينه في الزيت. كاين بعض الجزئيات اللي كنسميهم لي بوليفينول، الكاروتينويد، لا فيتامين او يعني لي توكوفيرول، لي فيتوستيرول، لو سكوالين، الميلاتونين، كونزيم كو، كاع هاد المواد عندها واحد لاكتيفيتي اونتي اوكسيدون برينسيبالمون، وكذلك كيمشيو كيديروا واحد التوازن، ولا كيجعلوا الكوليسترول كيتوازن في الدم ديال الانسان. الوغ الحاجه اللي خصنا نعرفوها هو كذلك زيت ارغان فيها واحد المواد اللي كتمشي لنا نورمالمون في العين، هما لي بيغمون اللي كيحميو لنا العين من لي غيون يو في. هذه من جهه. كذلك هاد البرامج اللي حنا مقبلين على باش نطبقوهم من بعد العمل عند
الناس اللي مرضى بالركبه او اللي كيديروا الدياليز. دابا ان شاء الله غادي عندنا يعني برامج فيما يخص طب العيون. طب العيون لانك كتعرفوا الديابيت والنيفو العالي ديال السكر في الدم كيدير مشكل بالنسبه لا فيزيون، وهذاك المشكل كيوقع في الجهه ديال العين اللي هي لا ريتين. دونك كنظنوا حنا يعني على حسب المكونات اللي كاينين في الزيت، وحنا كنسميوها ان فيريتابل كوكتيل دو موليكول، كنظنوا بلي هذوك لي موليكول يقدروا يساعدوا بعض الحالات اللي فيها مشكل ديال لا ريتينوباتي. علاش؟ لحقاش لي دير جايه من لو فات انه بزاف ديال البحوث العلميه دارت على العين والمشاكل ديال العين باستعمال بعض الفيتامينات، وهذوك الفيتامينات يعني من دوك الباحثون داروهم كل وحده على حده ما عطاتش شي نتيجه كبيره. حنا كنظنوا بلي زيت ارغان حيت هي يعني خليط من هاد المواد كامله، نتمنوا ان شاء الله تعطي نتيجه. كذلك عندنا برنامج لدراسه المرضى اللي كيديروا تصفيات الدم، هادو كنعرفوا بلي عندهم مشكل في الذاكره والتعلم، دونك غادي ان شاء الله نشوفوا واش زيت ارغان تقدر تعطي واحد النوع من الحمايه لهاد الناس هادو فيما يخص حمايه جانب من الجهاز العصبي يعني السيستم نيرفو سونترال اللي كيتحكم في الذاكره وفي التعلم. دونك هادو هما تقريبا البرامج اللي احنا مقبلين عليهم ان شاء الله في هاد السنين المقبله. سانكيام اديسيون ان شاء الله الى ربي حيانا نتكلموا على هاد على النتائج اللي احنا دابا في صدد الدراسات ديالهم، ونتمنى الله نجيبوا بحال اللي جبنا في هاد الساعه يعني نتائج على زيت ارغان في المرض ديال في الامراض ديال العظام، وعند الناس اللي عندهم ديال اللي كيديروا الدياليز. نتمنى ان شاء الله في الحصه المقبله يكونوا نتائج مشجعه بالنسبه للبرامج الجديده اللي من بين البرامج اللي كذلك ان شاء الله غادي ناخذهم، وهي يعني برنامج جديد يلا هذه شهر من اللي قلنا بسم الله في هذا البرنامج، وهو دراسه الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي وخصوصا فيما يخص الالتهاب التهاب شحال نقولوا لي زانتيستان، يعني مالادي كون لابيل مالادي انفلاماتوار دي زانتيستان. دونك ان شاء الله حتى هذا الجانب في الجهاز الهضمي غادي يكون عنده ان شاء الله واحد البرنامج بحث في هذه السنين المقبله ان شاء الله.